السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع للحكاية على الموتور تاع البيكانتو. الموتور تاع البيكانتو كما راكم تشوفوا فيه لهنايا، هذا مغسول واجد مشي ميزي، بدلت له باستيات في 7 كما نعطي لكم لي راشي راشي تركب، قالوا تركب او مغسول كل شيء مازال ما شحش. دوك نضربوه بالريح نديروا له الزيت بيقعد كما راه. دركا رايحين نرجعوا للحكايه تاع الموتور يديروا فيه باستيات. بون باستيات هذوما واش الفايده تاعهم؟ هذوما كي يصبوا المول تاع البلوك يخليو باستيات كيما هكا، باسكو يصبوه في وحده تاع الرمل، شغل يخدموه بالرمل البلوك، يخليو باستيات هذوما باه يفرغوا منه الرمل هذاك اللي يصبوه منه يديروا به البلوك يعني. هذه هي وحده. لا دوزيام دي شوز، تعرفوا كاين دي بي كيما الروس كيما الاسترالي، كاين بايس بزاف عندهم كيما كندا، عندهم تجور الثلج، عندهم تجور البرد مش الثلج، تجور البرد وكاين بلايص تجور الثلج فيه، وكي يعود الثلج كاين دي غلاسيون ماكسيموم، كاين دي غلاسيون كي يعود كاليتي هاي ويني تريزيستي حتى لموان 25 ولا موان 30 تحت الزيرو كيما نقولوا، ناقص 25 درجة مئوية تاع الحرارة هذيك تحت الواحد تجي لتما وعلى يديروا موان 25. وكاين كيما عندنا حنا نلقاو موان 1 موان 5 بصح ما تقيسناش حنا موان 1 سيرتو حنا وين راني انا في لافيل تاعي ما تقيسناش قليل خلاص وين طيح موان 1 موان 2 هاك. وعلاه؟ باسكو كي طيح هي درجة الحرارة تهبط تحت الصفر ويكون حاجة تاع ماء، الماء هذاك راح يتجمد كيما يكون غلاسيال باغ اكزومبل تاع موان 5 موان 10 موان 15 يوصل درجة حرارة ما يقدرش يقاومها هو باغ اكزومبل موان 5 ويلقى درجة حرارة موان 10 تحت تحت الزيرو ب10 درجات ما يقاومهاش الغلاسيول هذاك، واش راح يدير؟ راح يتجمد. ونعرفوا الحاجه كي الماء كي يتجمد يديلاتي يوسع يوسع كيما كي نحطوا قرعه تاع ماء في كونجيلاتور باغ اكزومبل نعمروها ونحطها راحت تعود غلاس ويزيد الحجم تاعها راح يزيد، فهمتوني؟ هما دونك واش يديروا الباستيات هذوما؟ يديروهم عجل الماء كي يتجمد، كي يتجمد الماء كون يوسع وراح يضر البلوك يخرج على الباستية. أول حاجة الباستية هي اللي ضعيفة على البلوك، أي حماية للبلوك داروها الباستية، ما داروهاش هكاكا بركة ترشة وتسيب الماء وكما قاعدين يشوفوا فيها ناس بزاف دركا عندنا. كاين وحايد وسي واش يديروها؟ كاين يديروها وحدة عند تورنر كي جيطون مقفولة كاملة قد منا قد منا، يديرها ديامتر تاع 5 مليمتر ابيبري، وهي ديامتر تاعها تاع 30 ولا شوف العرض تاعها يديرها تاع 5 مليمتر وهي الواحد تاع 30، يدخلها في البلوك يدخلها ب 30 سيبو تولي خشينة. هي نورمالمون هذيك هي تريزيستي بصح ما تجيش تريزيستي كيما هذيا على التجمع تاع الماء، على الواحد على الحماية ما تحميش البلوك كيما هذي باغ اكزومبل، فهمتني؟ باسكو تكون خشينه بزاف، وكاين اللي يديروها شويه زايده على 30 30 ودمي ولا حاجه يدخلوها في رصيبه ما بقاتش تفزد خلاص. هذيك لا قدر نهار اخر باغ اكزومبل تنساها الحكايه، الواحد ينساها الانسان خلاص، نهار تهبط درجه الحراره تحت الزيرو تما يتشقلوا بلوك ولا تشقلوا شميزه تما وين يفيق بالواحد ودا ويدافق تحت في ناس يفهموه، هذا الواحد الانسان يدافق، هذا هو عليه يديروا لي باستي في لازم تعرفي ميكانيسيان يفهم، وعليه يديروا لي باستي في البلوك، لي باستي في البلوك راهي حمايه للبلوك، هونكا يتجمد الماء يلقى من
الحجم تاعه اللي راح يزيد يلقى مين يخرج، ما يفزدش البلوك وما يتشقش البلوك. هذا هو، هذا ما بدلته من كل ديجا لي باستي تاعو في سبعة حتى هذه. والدخله تاعهم، الدخله تاعهم كاين ناس كيما كي شفتوا فيها، كانت واحده داخله عوجه وواحده هكا. الدخله تاعهم شويه تطلب بريسيزيون على جلبه، ما يدخلوش عوج، سينو يقدر يخرج يوضر وش اسمه، يوضر الماء. هذا هو، دونك لازم تخش قد مسنطريه من كل جهه برك. هذا اليوم عطيتكم معلومه على لي باستي وعلى يديروهم والسبب تاعهم، فهمتوني. وعلى ديما نقول لكم تابعوا الفيديوهات للاخر باه تعرفوا واش كاين واش ما كانش. دي فوا نهضروا على حوايج كيما هكا، نهضرهم في وسط الفيديو ولا في اخر الفيديو، وين نلقاو معلومه نجموا نبارطاجيوها معاكم رانا نبارطاجيوها ان شاء الله. هذا هو، ونقول لكم ربي يتقبل صيامكم توني خاوتي. بس على الفيديو هذا قدر يهود بعد رمضان، مالقري رانا في رمضان، قدر يهود الفيديو هذا باه نحطو بعد رمضان، بس كاين ديجا فيديوهات مازال ما هبطهمش باذن الله. هذا واش اليوم بارطاجينا معاكم معلومه هذه، وهذه كما قلت لكم مع دي 0.25 في البروكا والبلوكا 0.50 راح نمونطيوها ان شاء الله، وبعد ما نكملوه نعمل لكم فيديو فيديو ان شاء الله كيفاه ناضت. دركا مازال نحي هادو لي جوان، هادو اليابسين نحيهم خلاص. الجوانات هادوما معلومة عليكم، ها نضربوهم بركة بحاجة هاهم يتكسروا، ما كان لا تعدى بروحك ولا ها سيبا يطيروا كل هادوما اليابسين وخلاص. ونقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين ومعلومات اخرى مفيده ان شاء الله. السلام عليكم.